ديجرام. احنا هنا مش هندرس الفيز ديجرام اللي ما بين المية والبخار والصلب، احنا ندرس جميع الفيز ديجرامز of the solid state. احنا هندرس الفيز ديجرامز فقط بتاعت السوليد ستيتس. احنا هنا مش عشان ندرس ثيرموداينامكس. الثيرموداينامكس بتاخد الفيز ديجرامز للميه في كل حالاتها، سواء كانت صلبه او بخار او ميه وهكذا، تعمل حسابات عليها. لا احنا هنا ندرس كله في السوليد ستيت. ودكتوره حنان تكرمت وعملت السلايدز دي، وهنا واخد منها البرميشن ان انا اشرح لكم من السلايدز بتاعتها. فتعالوا نشوف يعني ايه، يعني ايه الوي اساسا، يعني ايه كلمه الوي. احنا خدنا في الشابتر اللي قبل ده خدنا انواع مختلفه من الالوي، يعني خدنا سبائك حديديه، يعني دي مثلا دول الالويز. خدنا سبائك حديديه زي الصلب وحديد الزهر، وخدنا سبائك غير حديديه، خدنا سبائك غير حديديه اللي هي نون فيروس ميتالز. يعني ايه سبيكه؟ يعني انا بخلط عنصرين مع بعض. طب ماشي، بخلطهم يعني ازاي؟ يعني هل بيبقوا عاملين زي الكشري ولا زي السكر في الشاي؟ مين يعرف لما بعمل سبيكه؟ لا، السكر في الشاي دكتور. السكر في الشاي. في الشاي يبقى الشاي اسمه ايه والسكر اسمه ايه؟ مين يعرف؟ مذيب ومذاب تقريبا. برافو عليك، مذيب ومذاب. اسمه بالانجلش السوليوت والسوليوشن. السوليوشن هو المذيب. السوليوشن هو المذيب. السوليوشن هو المذيب، يعني هي الميه اللي بنسبه كبيره، المحلول اللي بنسبه كبيره هو ده المذيب. اما المذاب اللي هو السكر اللي بنسبه اقل وبيدخل في المسافات البينيه بتاعه الميه بتاعه المحلول وبيدوب جواها. يبقى انا كده حصل توزيع هوموجينس للمادة اللي داخلة علشان تتوزع جوه المادة التانية. هوموجينس يعني توزيع متوازن. ممكن تدخل اتومز تختار اماكن بتحبها قوي تقعد فيها مع بقية الاتومز اللي زيها، وممكن اتومز تتوزع بالتساوي ويبقى بشكل جميل جدا، وده اللي هناخده في الشابتر اللي هو اللي احنا هنشرحه ده. بس قبل ما نشرحه عايز كده اتفرج معاكم على شوية حاجات ظريفة. هنا بيشرح حاجة بسيطة جدا، يعني ايه فيز دياجرامز، انواع مختلفة من الفيزز. ان انا لو انا عندي مادة بصهرها، لا انا مش عايز ده، لا مش ده، مش عايز اعلان. فانا عندي ماده بصهرها، فانا كده بحولها من فيز الى اخر. ليكويد بعمل له تصلب بجمده يبقى اتحول من فيز الى اخر. ليكويد ببخره يبقى برضه اتحول من فيز الى اخر. فالتحول في الفيزز هي سمه الطبيعه، ولولا ان هذه التحولات بتحصل ما كانتش الدنيا مطرت، ولا كان نبت زرع، ولا كان عايش على الارض انسان. او يبقى عندي جاز وان انا اعمل له عمليه كوندنسيشن، عمليه تكثيف، زي مثلا عمليه تحليل، تحليه المياه البحر. بتحلي مياه البحر ازاي؟ بتبخر الميه من ميه البحر وبعدين تجمعها، الملح يفضل تحت والميه تطلع لفوق وتجمعها وتعمل لها تكثيف، فيبقى كده انت حليت ميه البحر. وهكذا. في ده مثلا فيز دياجرام بيقول لي التغير ما بين درجة الحرارة وما بين الضغط. يعني مثلا عند درجة الحرارة العالية قوي لازم هيبقى غاز، تمام؟ انما لو عند درجة الحرارة عالية قوي ابتديت اعمل ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي، ممكن الليكويد يتواجد عند درجة الحرارة العالية لو انا ضغطته بشكل كافي، تمام؟
عن درجة الحرارة المنخفضة هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي مادة صلبة. فدي اشكال بسيطة، مش هي دي التركيز بتاعنا، بس انا حبيت اديكم فكرة يعني ايه، يعني ايه فيز دايجرامز. عندي فيز دايجرامز مختلفة، يعني انا برسم رسمة كل منطقة جانب من هذه الرسمة بيحتلها فيز معين، والنقطة دي بسميها نقطة ثلاثية بيتلاقى فيها كل الفيزز. في الفيز دايجرامز ما ينفعش اي نقطة يخرج منها اكتر من 3 خطوط. يعني انت لو جيت ترسم فيز دايجرام ولقيت في خط رابع طالع هنا، تعرف ان انت بتخرف. ده قاعدة ثيرموداينامكس ما تتغيرش. السبب ايه بقى؟ تعال بقى نحل قواعد ثيرموداينامك وتحل فيها 7 ساعات بقى عشان اثبت لك ان هو بس هتبقى هي نقطة واحدة، واخد بالك؟ يبقى انا عندي الفيز دايجرام، يعني دايجرام قصاد عيني بحط فيه الفيزز المختلفة. بقول مثلا عند درجة الحرارة دي لو طلعت لدرجة البريشر دي، درجة الحرارة مع البريشر عند النقطة دي، يبقى المادة هتبقى في حالة الليكويد. طب النقطة دي هنا، يبقى أنا عند البريشر ده أقول مثلا بريشر 1 أتموسفير، وعند درجة الحرارة دي اللي هي مثلا -20، يبقى أنا عندي، لا مش -20، أنا نقول مثلا درجة حرارة الغرفة، يبقى أنا عندي المادة في الحالة الغازية. عند التمبريتشر دي، لا التمبريتشر دي يعني 100 مثلا، قول 100، واخد بالك؟ يبقى عند 100 درجة مئوية، وعند البريشر اتموسفير ده المادة موجودة في الحالة الصلبة. قللت البريشر، يفضل يقل البريشر، مرة واحدة تتبخر المادة، ممكن تتبخر بسبب ان انت قللت البريشر. وده حاجة مهمة جدا هتاخدوها في الفلويد ميكانيكس، اسمها الفيبور بريشر. اعتقد هتاخدوها مع دكتور عبد المجيد. فيبور بريشر يعني ايه؟ فيبور بريشر يعني البريشر اللي لما هقلله عند درجة الحرارة دي لو عديته، المادة تتحول من سائل الى غاز لحظيا بمجرد ان انا قللت البريشر ده. عارف زي ايه؟ زي ما تفتح ازازه البيبس وتلاقي حاجه عملت بس، او تحط ازازه دكتور البيبس، اسمعني بس، تحط ازازه البيبس في الفريزر، تخرجها من الفريزر سائله وكل حاجه، والعمليه جميله. اول ما تفتحها تلاقيها كلها تحولت الى ماده صلبه. ليه بقى؟ لان انت كده غيرت البريشر اللي كان محطوط عليها، وكان عاملها في الحالة السائلة. يعني كانت المادة ساقعة، درجة الحرارة منخفضة، بس كانت هنا اهو. أول ما أنت فتحت إزازة البيبس راحت نزلت البريشر بتاعها من البريشر اللي كان جوه الإزازة إلى البريشر بتاع الجو بتاع الأوضة، فتحولت من ليكويد إلى سوليد. مين اللي كان عايز يسأل؟ دكتور في بيتفصل عندهم عايزين يدخلوا تاني. بالظبط كده يا دكتور، لسه النت فصلت فصلت دلوقتي ولا حالا. النت فصلت ولا بي بي لا بيهربوا؟ ان حضرتك هتلاقي ان هم لسه خارجين في نفس الدقيقة اللي هم هيخشوا فيها. ماشي، نعمل استثناء. ماشي ماشي، نفتح حالك خالص على البحر اهو. تمام ماشي يا دكتور، والله النت كان فصل بس. ماشي خلاص، مصدقك من غير حلفان. بركات، حلو اسم بركات ده، زي ابو زيد الهلالي، هو كان اسمه بركات. دخل ولا لسه؟ معلق عندي بقى، حظه بقى، هو حظه كده. عطلنا يا بركات، واقفين الشرح مخصوص عشانك يا بركات. ماشي، هو يدخل براحته بقى، نرجع اللي كنا بنشرحه. ففهمنا حكاية ان انا يبقى عندي رسمة فيها اكتر من فيز. هنا الرسمة ما بين البريشر والتمبريتشر، ولكن احنا في المواد الصلبة
مش هيكون ما بين البريشر والتمبريتشر، لان هنعتبر كل الرسومات اللي هناخدها في الفيس دايجرامز موجوده عند بريشر يساوي 1 اتموسفير، اللي هو الضغط الجوي بتاع الغلاف الجوي بتاع الارض يعني، لا ضغط كتير ولا ضغط قليل. تمام، فبنلغي دي بي وبنعمل الفيس دايجرامز بتاعتنا ما بين درجه الحراره، بدل ما هي على الخط الافقي كده تبقى درجه الحراره على المحور العمودي، اما تحت فبيبقى الكومبوزيشن بتاع الماده، وهنشوفه كمان شويه. طب تعالوا نشوف حاجه تانية، نشوف ايه اللي بيحصل في خواص. طبعا الماتيريالز البروبرتيز، بص الرسمه دي، بتبص على عمود النور تلاقي فيه حاجات كده عامله زي البطش كده، بقع. لا دي مش بقع، ده دي الجرين سايز بتاعت الخرسين، الخرسين والزنك اللي هو الزنك، ف بيظهر حجم الجرين بتاعها كبيره لدرجه انك ممكن تشوفها بالعين المجرده. كل جرين من دول الكريستال ستراكشر بتاعها مصفوف في صف معين، الصف ده بيخليها تلمع بدرجه معينه، لان كل زاويه من زوايا هذه الماده بتعكس الضوء بشكل مختلف، فكل جرين بتعكس الضوء بشكل مختلف. هنا مثلا نقدر نشوف الجرينز دي لما الماده اتكسرت، ابقى شايفها كده اهو، شايف عارف شكل الجرينز عامل ازاي، مختلفه عن التاني. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ يبقى انا عندي كده، بص واحده تانيه لسه بتبتدي انها تكمل، يبقى انا كده حصل عندي نويات، وكل نويه كبرت حصل جرين جروس ليها، ووصلت ان هي بقت ماتيريال كامله على هيئه الصلبه اللي انتوا شايفينها دي. يبقى شفنا الحكايه حصلت ازاي، تعالوا نشوفها تاني. ادي اهو عندي نويات، كل نويه من دول عماله تكبر، كل نويه عماله تكبر لحد ما بيتلاقوا مع بعض ويعملوا لي كل نويه تكبر تبقى جرين منفصله ليها الدايركشناليتي بتاعتها، واخد بالك؟ وكل واحده من دول هي نفس الكريستال ستراكشر ولكن باورينتيشن مختلف. هنا بقى عمليه تشغيل المعدن، بص بقى دي عمليه الدرفله، انا بضغط على المعدن، بضغط على المعدن، هنا الكريستال ستراكشر بهذا الشكل او المايكرو ستراكشر اسف بهذا الشكل، اول ما بضغط عليه يتغير بقى الشكل ويبقى دايركشنال، يعني بدل ما كان شكل عشوائي بقى واخد اتجاه معين اللي هو اتجاه الدرفله اللي انا بعمله، فبقى الخواص في الاتجاه العرضي غير الخواص في الاتجاه الرأسي. وابتدي بعد كده بقى ان انا المادة بتاعتي بحطها في كويلز، وابتدي اعمل بقى اللفة بتاعتي بتاعت المعدن. انا كده ده اعتقد دي لفات ألمنيوم باينة كده من شكلها. طب افرض بقى انا مش عاجبني الكريستال ستراكشر بتاع المادة دي، المادة واخدة elongated، شكل elongated كده اهو، وانا المفروض في الخواص ابتدي بقى اعمل لها عملية معالجة حرارية، اسخنها لحد ما اوصل لدرجة الحرارة اللي يبتدي ينمو نويات في الحالة الصلبة، في الحالة الصلبة نفسها نويات جديدة ابتدت تظهر على الجرين باوندري، وبتكبر تكبر تكبر لحد ما لغت لي الشكل القديم ورجعت لي الشكل الجديد اللي شبه الشكل الاصلي اللي هو كان نون دايركشنال. يبقى انا كده عملت معالجه حراريه، غيرت الشكل الدايركشنال اللي انا مش عايزه بعد عمليه الدرفله، ورجعتهم الى الشكل اللي انا عايزه. ده اختبار بيدرس الهارنس بتاعت السطح، بيعمل هارنس، بيعمل خدش في السطح ويقيس قد ايه الخدش ده دخل جواها، لو الماده طريه هيدخل جامد هيغوص تحت، لو الماده ناشفه هيبقى صعب مش هينزل لتحت جامد. فكل ما كانت الماده صلبه الصلاده بتاعتها عاليه، بص بقى هنا الفرق ما بين دي ودي، هنا دي غاصت اكتر فعملت اندنتيشن واسعه كبيره. ايه ده بيقيس ايه ده؟ ده عايز يشدها،
اختبار الشد الكلام ده انتوا خدتوه في الترم اللي فات، عمال يشدها لحد ما اتكسرت، وانا كده بقدر اقيس الخواص بتاع الماده. ده الكلام ده كل ده خدناه في الترم الاول. ومعالجات حراريه بقى مختلفه، ده شكل الفرن العالي. هنا برضو بدرس الخواص بتاعت الماده، بحطها في الاتشنت. ده شكل الماكرو ستراكشر تحت الميكروسكوب. عندي تو فيزز مختلفين، فيز معين نسبه الكربون فيه عاليه، وفيز معين نسبه الكربون فيه قليله جدا. يبقى انا كده عندي فرق ما بين الفيزز اللي بيختلف. هنا مثلا ده الايرون، ايرون بيور بسميه في الرايت. الايرون اللي ما يبقى مختلط بالكربون بسميه سيمنتايت. ده بقى ايه فيز تاني، عامل زي ايه العلم بتاع نادي الزمالك. الخطين الحمر دول اللي هو الكاربايدز، اما الابيض فاللي هو الايرون. فالاثنين مع بعض لما ارصهم بهذا الشكل يعملوا حاجه اسمها بيرلايت. انواع فيزز مختلفه هناخدها بالتفصيل في الشباتر اللي جايه. كل دي اشكال تحت الميكروسكوب، اشكال مختلفه تحت الميكروسكوب. هنا برضو عملية هيت تريتمنت، دي اللي كنا بناخدها الترم اللي فات، اللي هي الريكفري والريكريستاليزيشن والجرين جروس. بصوا كده يعني اهو، انا كده عملت ريكفري، بعد الريكفري ابتدى يحصل ريكريستاليزيشن، بعد الريكريستاليزيشن يبتدي يحصل جرين جروس، ولو زودت درجة الحرارة كمان هتلاقي الجرينز دي عمالة تكبر وتاكل في بعض لحد ما بيبقوا بحجم كبير جدا. يبقى هي دي الخطوات اللي خدناها الترم اللي فات، الريكفري ريكريستاليزيشن جرين جروس. ده طبعا اختبار الامباكت، ما دام حط البتاع كده وظبطها يبقى هيديها كده خبطه جميله ويشوف هتتكسر وهتمتص طاقه قد ايه. كل الكلام ده خدناه في الترم اللي فات. وخدنا نوعين، الايزو تيست والشاربي تيست. ما انت مش هتهرب مني، وانا نفسي اللي بدرس لك الترم اللي فات هو اللي بيدرس لك الترم ده، يعني هشرح لك الكلام تاني. والكلام بص بقى بيطشها، الماده حمراء هنا وبيطشها، بص بقى عماله تطلع دخان ازاي. انا بردتها تبريد مفاجئ، واخد بالك، كانك طالع كده من دش سخن ونطيت زي الروس كده ما بيعملوا، يخرجوا من الساونا وينطوا في التلج ويمرغوا نفسهم في التلج علشان يزودوا جهاز المناعي عندهم. فانا كده عملت لها صدمه، تبريد سريع جدا بيغير لي الخواص بشكل كبير جدا. ده لو كانت قابله للهيت تريتمنت. احنا قلنا ان الماده اللي ما فيهاش كربون ما اقدرش اعمل لها هيت تريتمنت، او الحديد يعني اللي ما فيهوش كذا الكلام. بص بقى لما زودت درجه الحراره عمال ازود ابتدى بقى يحصل ريكريستاليزيشن تاني. يبقى انا بوصل لدرجه حراره تانيه، بس المره دي اختفى الخطوط المخططه دي وظهر عندي فيز جديد. ليه؟ لان الماده اللي هو بيشرحها لك هنا عند 750 ل 790 درجه سيليزيوس بتتحول الماده من فيز الى فيز تاني تماما في الحاله الصلبه. يعني زي ما الميه عند درجه حراره معينه بتتحول من سائل الى صلب، برضو الستيل في درجه حراره معينه في الحاله الصلبه بيتحول من فيز الى اخر، وهنشوف هذا الكلام. تعالوا ما ناخدش التفاصيل اكتر في هذا الموضوع. حلوه اللعبه دي، عايزين نبقى نلعب اللعبه دي في المعمل، بس ما تبقوش تكسروا لنا المعمل، لسه مصلحين جهاز الامباكت. فتعالوا نشوف اللي بعديه، ايه هي بقى الفيز دايجرامز. انا عندي انواع مختلفه من الفيز دايجرامز، يعني بلاش ندرسها المره دي، خليها للحصه الجايه. لا ده دي شرحها وحش قوي، انا مش عايز تشرح بالورقه والقلم، لا شكرا. فتعالوا نرجع بقى ايه للموضوع بتاعنا ونشوف السلايدز. يبقى احنا عرفنا ليه بنعمل الالوي، يعني ايه فيز دايجرام، يعني ايه كلمه فيز،
يعني ايه كونستيتوينت، يعني ايه سيستم. السيستم دايما بيبقى سيستم لماده من نوع معين. اما الفيز فبيكون جميع الخواص ثابته وفي حاله ايكوليبريم، في حاله ثبات، في حاله استقرار، وكل الخواص بتاعت الماده كلها في جميع انحاء هذا الفيز بتكون متماثله. بعد كده هناخد الجيبس فيز رول دي، او اشرحها لكم المره الجايه. الجيبس فيز رول هي قانون من الثيرموديناميك بيحكم عمليه السوليديفيكيشن. وبعد كده عندنا السوليد سولوشن. قلنا السوليد سولوشن زيه زي السولوشن اللي خدناه اللي هو السكر في الشاي، واحد منهم مذيب والتاني مذاب، او سولفنت وسوليوت. السولفنت اللي هو اللي بيدوب زي الميه كده اللي هو موجود بنسبه اكبر، والسوليوت اللي هو الالوينج اليمنت اللي انت بتحطه. تمام، يبقى انا في عندي كذا نوع من السوليد سولوشن، عندي كذا نوع. في عندي substitutional solid solution، في عندي substitutional solid solution يعني هشرحها لكم كمان شوية، و interstitial solid solution. صعب اشرح لكم بايكي كده اهو، فاشرح لكم على رسم. لو بصينا مثلا على سبيكه زي سبيكه، هي دي زي سبيكه النيكل والالومنيوم. تمام، ذره النيكل قريبه في الحجم شويه من ذره الالومنيوم، فلما تيجي تدخل الذره الحمراء دي، خلينا نقول مثلا ذره النيكل هي الذره الحمراء، لما تيجي تدخل على الالومنيوم بتحل محل مكان ذره الالومنيوم. بص معموله ازاي، مره احمر مره ابيض، مره احمر مره ابيض، مره احمر مره ابيض، بعدين هنا الابيض تحتيه احمر، الاحمر تحتيه ابيض، الابيض تحتيه احمر، خد بالك. فمتوزعه بشكل ريجولر زي ما قلت لكم كده. الفصل البنات اللي دخلوا على الفصل قعدوا كل ما بين كل طالب وطالب في بنت، فولد قاعدين ولد بنت ولد بنت ولد بنت وهكذا، يبقى كده توزعوا بشكل ريجولر. تمام، يبقى انت متوقع ان هيبقى في خلط ما بين خواص النيكل وخواص الالومنيوم، هيبقى خلط ممتاز، هيبقى نفس الخواص موجوده في كل مكان. على عكس مثلا لو كان البنات كلهم مثلا اتجمعوا في اخر ثلاث صفوف وبقى البنات موجودين في اخر ثلاث صفوف، هتلاقي الثلاث صفوف اللي ورا هم اللي بينجحوا مثلا، مثلا يعني هم اللي بينجحوا وهم بيرفعوا ايديهم وهم بيجاوبوا على اسئله وبيتعاونوا مع بعض وبيساعدوا بعض ومستواهم عمال يعلى وفرق المستوى كبير ما بين البنات والولاد. على عكس مثلا لو البنات متوزعين ما بين الولاد، والبنات مثلا نفترض ان هم شاطرين فهيساعدوا الولاد جنبيهم فالولاد يتشطروا احسن ويبقى في استفاده مثلا ما بين الاثنين. على فكره انا بنام خالص يعني، فلو نمت وانا بشرح حد يصحيني. فعايزين برضو نخلص بسرعة عشان انتوا برضو ما تناموش معايا. فده معنى substitutional. substitutional يعني استبدالي. substitute يعني ممكن يبقى واحد مثلا شغال في مصنع وبعدين المدير يقول المدير التاني يا جماعة احنا عايزين نستبدل الراجل ده، عايزين نعمل substitution للعامل ده علشان العامل ده مش كويس فنبدله بعامل تاني. فالسبستيتيوشنال سوليد سولوشن هي ان الاتوم الدخيله ريبليس ذا هوست، يعني ذا نيو اتوم ريبليس ذا اولد اتوم، يعني تحل مكانها. طب لو كانت انترستيشيال بقى، من كلمه انترستيشيال يعني بتدخل جوه المسافات البينيه بتاعه الماده الثانيه، زي السكر لما يدخل في المسافات البينيه بتاعه الشاي. عندي بقى راندوم، ده اللي فات ده كان ريجولر راندوم. هنا بص عندي ثلاثة أبيض وبعدين واحدة حمراء وبعدين واحدة أبيض،
هنا مثلا البيضة تحتيها واحدة حمراء، بس هنا البيضة تحتيها واحدة بيضة، وبعدين عندي صف كامل ولا عمود كامل ما فيهوش اي واحدة حمراء، فالتوزيع irregular. يبقى معنى كده ان انا توزيع الخواص عندي مش متساوي من جرين الى اخر. هنا بقى الانترستيشيال، دخلت الذرة الجديدة حجمها اصغر بكتير من الذرة اللي هي الهوست العائلة، فبتدخل في المسافات البينية بتاعة هذه الذرة. ومثال على كده الكربون لما بيدخل في المسافات البينية بتاعة الحديد. دي برضه هشرحها لكم المرة الجاية. فده الكلام ده شرحناه ان الاتوميك سايز بيأثر اذا كان عندي انترستيشيال ولا سبستيتيوشنال، الكيميكال افينيتي، هل المادتين دول بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض، دي بنسميها الكيميكال افينيتي. زي في البشر كده لما يقول لك الاثنين دول there is no chemistry between them، يعني ما يقدروش يتوافقوا مع بعض خالص، يعني لو حطيتهم جنب بعض كأنك حطيت النار جنب البنزين. كل دي تعبيرات كلها جايه من الكيمياء، ان انا في عندي مواد عندها افينيتي ان هي ترتبط بمواد اخرى، مواد تانية ما عندهاش الافينيتي دي او القابليه او الاستعداديه انها تقرب من حد تاني. الفالنس برضو ساعات بيأثر عندي اللي هو التكافؤ، زائد اكيد طبعا الكريستال ستراكشر. لو احنا نفتكر المثال اللي هو الاولاني هنا كان للنيكل والالومنيوم، كل من النيكل والالومنيوم الاثنين اف سي سي ستراكشر، اف سي سي ستراكشر، ومعنى كده لما هيعملوا ريبليسمنت لبعض هيعملوها عن طريق ان هو يعمل سبستيتيوشنال سوليد سولوشن. السوليديفيكيشن اتكلمنا عنه في الفيديوهات. الامبريو زي الجنين كده، الامبريو ده اللي هو الجنين قبل ما يكتمل ويبقى حاجه مكتمله، يعني يبقى حاجه واضحه. فالامبريو ده بيبقى اللي هي الفيز ده، دي برضه هشرحها لكم المره الجايه. السوليديفيكيشن ستيت قلنا ان في حاجتين، النيوكليشن والجروس. زي الفيديو اللي احنا شفناه يبقى في عندي نيوكلاي، نوايات بتبتدي تظهر في الماده وبتدي تكبر 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 لحد لما بيتلاقوا مع بعض بهذا الشكل اللي احنا شفناه في الفيديو. طب الكولينج كيرف ده الكلام ده بقى بتاع ثانوي، عندي ماده المحور العمودي ده التمبريتشر، يعني تحت هنا درجه حراره الغرفه مثلا وفوق هنا درجه حراره مثلا 600 او 700 درجه مئويه، فانا هنا ببرد هنا المعدن ده فبيثبت عند درجه حراره معينه تمام، وبعدين يتحول لليكويد، يتحول من غاز الى ليكويد. ده الكلام ده لو انا حولته لغاز يعني، فيتحول لليكويد المعدن السائل، بعد كده يثبت درجه حرارته عند درجه معينه اللي هي درجه حراره التحول بتاع الماده من ليكويد الى صلب. فانا كده عندي هنا رياكشن ذات نيدز تايم، يعني هنا انا عمال ابرد 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 وبعدين هوب عمال ابرد بس الماده ما بتبردش، درجه الحراره ثابته عند درجه حراره معينه ومهما حاولت ابردها ما بتبردش. اول ما بيخلص التايم ده، الزمن اللازم علشان تتحول الماده من سائل الى صلب، بيبقى عندي بكل بساطه اقدر ان انا إيه، ان انا بعد ما الماده اتحولت الى ماده صلبه تبتدي تنزل درجه الحراره تاني، يبقى عندي السوليد كولينج. يبقى انا كده اقدر ان انا ادرس الخواص المختلفه للكولينج كيرف. هشرح لكم الكولينج كيرف اكتر في المحاضرات الجايه. يبقى عندي برضو في انواع من النيوكليشن، عندي هوموجينس نيوكليشن وهيتروجينس نيوكليشن، ده يعني فروق بسيطه ابقى اشرحها لكم برضو بزياده في المره الجايه. هل في اي حد عنده سؤال؟ طب هل حد سامعني طيب او شايفني وانا بشرح؟ ايوه دكتور تمام. اه يا دكتور كلام حضرتك ماشي. حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا دكتور. يبقى عندنا المره الجايه بقى هنعمل كويز، اي حاجه انا ما شرحتهاش مش هجيبها لك في الكويز تمام.
مش هدفنا ان احنا نعقد الطالب، هدفنا بس نشوف الكلام اللي احنا شرحناه فهمه ولا لا. ولو في حد عنده سؤال في اي وقت يبعت لي لو سمحت على الواتساب او السيجنال او ايا كان. ماشي احمد الصادق، وصل لك الـ 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 اللينك بتاع جروب الماده؟ واحمد خرج ولا ايه؟ خرج. ماشي يا احمد، طلع عينك. ماشي اوكي يا جماعه. تسجيلا؟ نعم نعم يا عبد الله. في سؤال انت رقم يعني مش فاكر بالظبط السؤال كان بيقول ايه، بس هو بيقول لي حاجه باختصار يعني اتكلم باختصار عن حاجه يعني مثلا حاجه في الماده يعني بس. فانا أنا مش لو رسمت عن ظهر قلب انا حافظ اسم بالعافيه يا عبد. هات لي السؤال. كام في 8 9 حاجه زي كده؟ انا مش عارف برضو يعني، انا مش من والله ما كنتش من الناس اللي هم الطلبه اللي يقول اللي يسمع اللي الاستاذ يساله سمع لي صفحه 19 فيروح مسمعها له. لا انا ما كنتش كده، انا كنت بفهم والله ما بحفظ، فصعب اقول لك يعني. هات لي السؤال وانا اقول لك. ماشي هبقى تمام يا دكتور، هبقى اسال حضرتك على الجروب. طب ماشي اوكي، شكرا جزيلا، عشان انا خلاص بنام بقى. يلا يا جماعه تصبحوا على خير جميعا. طب يلا شكرا العفو، مع السلامه. انتوا بس